السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في أولى حلقات برنامج وذكر. وذكر بالقرآن، وذكر وذكر بالسنة، وذكر بأقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت، وذكرهم بأيام الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اسمحوا لي أرحب بضيف البرنامج الشيخ إبراهيم علي. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بك. إن شاء الله يوم الخميس الموافق 12 من ربيع الأول 29 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف، وإحنا احتفالنا بالمولد النبوي الشريف بيكون بقراءة القرآن الكريم، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإحياء الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، ولكن بعض المشايخ بيتكلموا عن إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فضيلة الشيخ إبراهيم، عاوزين نعرف رأي حضرتك في الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الحقيقة وفي الواقع إذا أردنا أن نتكلم في هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بالعديد من المناسبات. يعني نتذكر أنه لما كان في المدينة ورأى اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء فقال هذا يوم نجى الله عز وجل به موسى، فنحن أحق بموسى منهم. فكان احتفال المسلمين في هذا اليوم عبارة عن طاعة لله عز وجل. إذا كان الاحتفال بذكر المولد النبوي صلى الله عليه وسلم هو إحياء لسنته وإحياء لطاعة الله عز وجل، فمرحبا بهذا الاحتفال. أما إذا كان صاحب هذا الاحتفال أمر مسيء أو أمر فيه سيئة فإننا لا نقول بذلك، وإنما نقول أن الأمر المسيء منهي عنه، ولكننا مأمورون شرعا من الله عز وجل أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة توجب القرب ودوام الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في يوم من الأيام مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له يا عمر أتحبني أكثر من ولدك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له أتحبني أكثر من مالك؟ قال نعم. قال أتحبني أكثر من زوجك؟ قال نعم. قال أتحبني أكثر من نفسك؟ فقال لا. ثم سكت ثم قال له يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسي. كيف فعل ذلك عمر؟ يقول كأنه عرض محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تفعله فيه من منفعة وما تفعله فيه نفسه من مضار، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنفع إليه من نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن الناس أجمعين. بل قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الحديث الشريف ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، إن الإيمان حلاوة يتذوقها المسلم مثل حلاوة العسل الأبيض النقي. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف إلى النار. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من الإيمان، بها تتذوق حلاوة الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذة شيماء. أيوة حضرتك، كنت عايزة أتواصل بس معك، كنت عايزة أكلم حضرتك اللي هو أستاذ يعني الموجود اللي هو بيتكلم عن المولد. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك حاجة يعني. معاكي فضيلة الشيخ. معاكي يا فندم. أيوة حضرتك، هو المولد النبوي هنا حلال الاحتفال بيه حلال ولا حرام؟ هي من باب محبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مولده، فإنه يدخل البهجة والسرور على قلب المسلمين وعلى قلب المؤمنين والموحدين. فنحن إذا كنا نحتفل فنحن لا نحتفل بالأطعمة ولا بالأشربة، وإنما نحتفل بطاعة الله عز وجل وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فهو أمر لا بأس به. شكرا جزيلا يا شيماء. هو كده يا فضيلة الشيخ، الذكرى ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم بتنشط سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في البيوت. تمام. طب المنع
منع الذكر ولا منع الاحتفال نفسه؟ منع الاحتفال بيترتب عليه برضو منع الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. بصي، الاحتفال بالنبي عليه السلام لا يقتصر على يوم من الايام، خلينا نعم. نكون صريحين مع الناس. نعم. ما ينفعش ان احنا نقول احنا بنحتفل بالنبي عليه السلام يوم 12 من ربيع الاول وبعد كده في بقيه الايام نترك ونهجر سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر النبي عليه السلام وكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا بشوف الناس مقصره تقصيرا كثيرا وشديدا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتدرون من البخيل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة قال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابي أبي بن كعب: قال: أجعل لك الربع؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك جلها؟ يعني أجعل لك صلاتي، كل الدعاية صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. احنا عايزين ايه؟ عايز ان همك يتشال، ما تبقاش شايل هموم. ناس النهاردة ماشية بتكلم نفسها في الشوارع. انا عايزك تشيل الهم ده من ورا ظهرك. ازاي؟ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر لك ذنبك. وأي شيء لنا أكثر من مغفرة الذنوب؟ إذا فعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفعالنا بين القبول والرد إلا الصلاة على الحبيب محمد. أنت إذا أردت أن تفعل عملا خيرا فإنك قد يرد هذا العمل عليك ولا يقبل منك إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي محمد ترفع بها الدرجات. الصلاة على النبي محمد يرد عليك النبي الصلاة والسلام إذا صليت عليه في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شيماء صديقة البرنامج عاوزة تسأل سؤال تاني فضلتك. اتفضلي فضلتك. أيوة، كنت بس عاوزة أفضل مع حضرتك شوية بس أستفسر عن حاجة. أنا دلوقتي سألت قبل كده وفي شيوخ قالوا شيوخ كتير مثلا يعني من هم الشيوخ العلماء برضو مع احترامي الشديد لحضرتك يعني الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ اسحاق الحويني، الشيوخ دي كلها، الشيخ مصطفى العدوي، في شيوخ اتكلمت ان النبي ما احتفلش بعيد ميلاده. تمام. احنا يعني واذا والشيخ ابو اسحاق قال اذا كان الاحتفال بالمولد النبوي ده فيه خير يبقى اذا الصحابه قصروا فيه ان هم ما احتفلوش بعيد الميلاد بتاع النبي. فالرسول قال برضو في حته تانية يعني عفوا يعني الرسول قال تركت ما تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. تمام يا لن تضلوا بعدي ابدا. تمام يا استاذه شيماء، فضلت الشيخ هيرد على حضرتك. طيب حضرتك، احنا بنتكلم في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتفال يكون بالاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الاحتفال بأن نجلس أو نفعل ما يفعل البعض من أمور قد لا يرضى عنها الله ولا يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لحضرتك كده في بداية الكلام ان النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بيوم نجاة موسى عليه السلام. واذا كان هذا الامر من الأمور، اذا كانت ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته من الأمور الحسنة المباحة، فإننا نحتفل بهذا الأمر. تمام. رسول صلى الله عليه وسلم خير الأنام، الصادق الأمين، الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، والذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة سامية للبشرية، كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته في الإنسانية بأكملها؟ طيب، إحنا يمكن بنجد في بعض الأحيان هجمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى على الأمة الإسلامية. فأنا وددت أن أورد لحضراتكم بعض ما قاله بعض المستشرقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مايكل هارت وهو دكتور في علم الفلك، صاحب كتاب الخالدون 100 أعظمهم محمد، هو حاول يسرد في كتابه أعظم من أثروا في الحياة البشرية أو في تاريخ البشر. فماذا قال؟ قال إن محمدا كان الرجل
الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل اسمي وابرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. ان هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله ان يعتبر اعظم شخصية اثرت في تاريخ البشرية. كذلك يقول ادوار مونتا الفيلسوف الفرنسي وهو مستشرق فرنسي ولد سنة 1817، قال: عرف محمد صلى الله عليه وسلم بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقيق، وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره وأشدهم حفاظا على الزمام، فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم. هذه بعض الآراء. يقول تولستوي وهو المفكر الروسي الشهير والذي كان له بعض الخطابات مع الإمام محمد عبده، كان يقول: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وإن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ثم يقول: أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه وليكون هو أيضا آخر الأنبياء. أقول أن الصدق ما شهدت به الأعداء. هؤلاء يعني كده اللي هم غير العرب وغير المسلمين، غير العرب وغير المسلمين شهدوا وللعلم الكلام كثير. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن المفكر الفرنسي لامارتين يقول: الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة، لذلك رغم قلة الوسيلة الأدوات اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أي من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عبقريته؟ إذا كان هؤلاء أنصف النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كرمه ورفع ذكره ورفع مكانته، يقول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتدري بما رفع الله عز وجل ذكرك؟ فقال: الله أعلم يا أخي يا جبريل. فقال له: يا رسول الله، إن الله قد رفع ذكرك بأن اسمه لا يذكر إلا ومعه اسمك. النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل في مكانة علية، رفعه إلى سدرة المنتهى، إلى حيث لم يصل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، إلى حيث لم يصل بشر، إلى حيث لم يصل ملاك من الملائكة. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ووصل إلى سدرة المنتهى، فقال له جبريل عليه السلام: يا رسول الله، تقدم، إنك إذا تقدمت اخترقت، أما أنا فإذا تقدمت احترقت. يا رسول الله، وما منا إلا وله مقام معلوم. معنا محمود من المنيا. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام. معلش يا فندم، احنا عايزين حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية الميكرون، هذا الرئيس السفيه الذي أمام النبي. تمام، اتفضل سؤالك. لابد أن نقاطع المنتجات الفرنسية يا شيخ. نعم. شكراً طيب جزيلاً. احنا بنتكلم، احنا بنرد على كل من يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، واذا كنا نرد فاننا نرد من كتابهم وممن يقولون بآرائهم، نرد عليهم من انفسهم. لكن احنا اللي عايزين نقوله، احنا عايزين احنا كمان كمسلمين نري العالم اجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتحقق فينا. انا عايز اشوفك انت تحقق سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع جيرانك، تحقق سنة النبي مع أمك، تحقق سنة النبي مع إخواتك، تحقق سنة النبي وانت راكب الأتوبيس. ده كله مناصفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ان احنا بنهتدي بهديه وبنقتدي بالظبط كده بسنة. انك انت زي ما كان الرسول عليه السلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول البعض: ذهبنا فوجدنا إسلام بلا مسلمين، وجئنا إلى بلاد المسلمين فوجدنا مسلمين بلا إسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الأمر كذلك، فإذا كنا نحن نجد من يخرج من بيننا ليتطاول على السنة النبوية الشريفة، إذا كنا نجد من يخرج من بيننا لا يؤدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحقق هذا الأمر، فمن باب أولى أن ننفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنكون مرآة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم للغرب أجمعين. هناخد أم محمد من القاهرة، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف مبروك على البرنامج الجديد، وإن شاء الله شكرا عليكم وعلى القناة. الله يبارك في حضرتك. الأخ اللي رد عليا في الكنترول ربنا يبارك له.
ربنا يبارك في حضرتك. المحترم مع حضرتك عايزه اقول له ايه اللي ممكن المسلمين تعمله غير الذكر والصلاه وقراءه القران، لان في مثلا حد دلوقتي ما يقدرش يمسك المصحف او ما حدش يعرف يصلي، في اعذار دلوقتي، فايه اللي ممكن نقدر نعمله غير الصلاه على الرسول؟ تمام يا محمد. الحاجه الثانيه معلش. تمام اتفضلي. انا عايزه اسال الدعاء، اسال الشيخ الدعاء لكل المكروبين، وانا اول المكروبين ربنا انا وولادي. ربنا يفك كرب المكروبين، يرفع الغم عن الامه يا رب، اللهم امين. ربنا يصلح احوالنا يا رب، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين، ربنا يهدي نساءنا. تمام يا محمد، شكرا جزيلا. فضلت الشيخ يرد على حضرتك، اتفضل. طيب اولا احنا عايزين ننشر سماحه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. انت النهارده بتتعامل مع ناس اصحاب طباع مختلفه، مره بتتعامل مع ناس مختلفين عنك في الدين، ناس متشابهين او ناس مسلمين زيهم زيك، بتتعامل مع الحيوانات، تتعامل مع الجمادات. تعال كده نشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه. لما كان في رحله الطائف خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لعباده الله الواحد الديان، يدعوهم لطاعه الله عز وجل. فماذا فعل معه اهل الطائف؟ سلطوا عليه ابناءهم وعبيدهم وإماءهم، يضربوه بالحجاره حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله عز وجل، يقول: أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ لك العتبى حتى أرضى، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وانصرح له أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا جاء جبريل عليه السلام يقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشدين لفعلت، جبلين أطبق عليهم الجبلين الكفار اللي ضايقوك وأزوك وأخرجوك، لو شئت أن أفعل ذلك لفعلت. فقال: دعهم يا أخي يا جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لما أمسك رجل السيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي وقال له: يا محمد، من الذي يمنعك مني الآن؟ فقال النبي: الله. فوقع السيف من يده وجاء إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي لرسول الله بعد أن سأله النبي، قال له: يا أعرابي، من الذي يمنعك مني الآن؟ قال: عفوك وكرم أخلاقك. فقال له: اذهب فأنت حر لوجه الله عز وجل. فعاد الأعرابي مرة ثانية وقال له: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. امرأة عجوز معها حبل ثقيل تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه، تقول له: يا رجل، تعال واحمل علي هذا الجوال. فيمسك بالجوال ويحمله على كتفيه ويوصل هذه المرأة إلى المكان الذي أرادته. فتنظر إليه المرأة وتقول له: يا رجل، والله إنك لعلى خلق عظيم، وهي لا تعرفه. يا رجل، هناك رجلا يسمى محمد يفرق بين المرء وبين زوجه، فإذا رأيته فلا تتبعه. فقال لها: يا أمة الله، وهل تعرفينه؟ وهل رأيتيه؟ قالت: لا، ولكني سمعت عنه. فقال لها: فأنا محمد. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. المواضيع كثيرة والقصص كثيرة والوقت قد لا يتسع للعديد من هذه الحكايات والروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذ منها نبذات ونأخذ منها لمحات حتى تكون أسوة لنا في حياتنا اليومية. النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، مع الحيوانات كان يقول: إن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه كان يلهث في الصحراء، كان الرجل عطشان وماشي في الصحراء، كلنا عارفين القصة المشهورة، فوجد بئرا فنزل إلى البئر فشرب منه فصعد، فوجد كلبا يلهس فجاء في نعاله ووضع فيه الماء ثم صعد إلى الكلب وسقاه، قال: فشكر الله له فدخل الجنة. هناخد عمرو من بني سويف، اتفضل يا عمرو. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا شيخ، الله يكرمك. الله يبارك. ثلاث سؤال يا شيخ. اتفضل. هو المدح حضرتك في المرجع الشيخ وهامي وجماعه الحرام؟ نعم. علي صوتك يا عمرو.
بقول لك المدح سيب الطهاني والذكر والجماعه اللي بيعمل دول، عشان والدتي انا بتحب تسمع الحاجات دي، بقول لها حرام، بتقول لي لا مش حرام. انا مش سامع بس الصوت مش واضح شويه. المدح للرسول صلى الله عليه وسلم. المدح للرسول صلى الله عليه وسلم هو شيء محبوب المدح، لكن ما يتبعه من امور قد لا تليق بالاسلام هو المنهي عنه. لكن المدح في العموم للنبي عليه الصلاه والسلام، وكان في اشعار كثيره. المدح يا شيخ كده بطبل وزمر والكلام ده برضه حلال. بص احنا خلينا بعيد عن الطبل والزمر، لان ده في اقاويل كثيره، لكن احنا بنتكلم عن مدح النبي عليه الصلاه والسلام هو شيء مباح. لكن اذا تعدى الى امر غير ذلك فهو امر غير مباح، واحنا بنفضل دايما في الفتاوى ان نرجع الى دار الافتاء في هذا الامر. تمام. في اطار الايه الكريمه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، والايه الكريمه ما ارسلناك الا رحمه للعالمين، كيف نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه والانسانيه لربنا سبحانه وتعالى وصفه فقال وانك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي في البداية فأحسن. بس أذن حضرتك هناخد آخر مداخلة معنا. أستاذ أحمد من الفيوم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ازاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ يا مولانا لو أنت ليك مصلحة ومش هتتم إلا بدفع الرشوة، هل في الحالة دي دفع الرشوة حلال أم حرام؟ احنا قلنا الفتاوى الشرعية يفضل ان احنا نذهب فيها الى دار الافتاء، لكن هي الرشوة حرام طبعا. كل انواع الرشوة حرام. الرشوة حرام، لكن احنا برضو بنرجع لدار الافتاء. يعني المصلحة دي انت هتاخد بيها حق غيرك ولا هتاخد بيها حقك؟ تمام. كده هنرجع لسؤالنا. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. إحنا النبي عليه الصلاة والسلام في سلوكه وأقواله وأفعاله هو سورة للإنسان المسلم، عاش المسلمون معه وما زالوا يعيشون ينظرون إليها ويرونها مثلهم الأعلى في حياة البشر. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأصل أننا نطيع الله عز وجل بما أمرنا الله عز وجل به وبما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهانا به، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته وفي سلوكه وفي أقواله، كما كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألها أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. تكلمنا عن رحمته مع الأعداء، تكلمنا عن رحمته مع الحيوانات، نتكلم عن رحمته مع الجمادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة له منبر من للأسف انتهى وقت البرنامج. بشكر حضرتك جدا وبشكركم مشاهدينا، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.